سيد خالد، صباح النور. صباح النور هبة، صباح الخير طوني، يا مرحبا وسهلا فيكم. كيفك اليوم؟ بتمنى انه تكون بخير، واجواء قطر ايضا يعني هلا هيك الاجواء جميله، الطقس الحمد لله رب العالمين، كلنا بخير هنا في قطر ونسلم عليكم ونتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله. والطقس كثير بجنن هنا عندنا بالدوحه، خصوصا الحين بدا يتغير الجو عندنا للافضل ان شاء الله، دائما للافضل قطر. يعني سيد خالد، هذه الدراسة ساهمت بإحداث التغيير نحو مزيد من المرونة بساعات العمل للموظفات القطريات، بدنا تخبرنا أكثر عن هذه الدراسة وما كان الهدف الأساسي منها. نعم، أول شيء أنا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وطبعا إحنا يجي بالمقام الأول نثمن دور الحكومة القطرية ورئاسة مجلس الوزراء على اتخاذهم هذه الخطوات الجميلة والإيجابية جدا للحفاظ على الأسرة بشكلها وقوامها السليم والصحيح. طبعا جات هذه الدراسة من ضمن سلسلة السياسات اللي يجريها معهد الدوحة الدولي هنا، يعني لمعرفة كيفية وضع آليات وأطر ل الوصول إلى مرحلة ممتازة من التوافق الأسري إن صح التعبير. فكانت هذه واحدة من الركائز الأساسية من خلال هذه الدراسة، فهي جاءت من جملة من الدراسات اللي أتت للتأكيد على موضوع أهمية التوازن الأسري بين الأسرة وأيضا العمل المناط بأفراد الأسرة. فكانت هي سلسلة من السياسات تطرقت إلى موضوع مهم جدا، وهي المرونة في العمل أو العمل عن بعد، وآليات أيضا إتاحة مثلا المرونة عن طريق مثلا دوام المرأة العاملة، خصوصا الأم التي تعيل يعني أبنائها وخصوصا إذا عندها أطفال صغار. فهي جملة من السياسات أيضا تركزت أو أكدت على موضوع مهم، وهي موضوع مرونة العمل أو الدوام الجزئي. طبعا بتفصيل هذه الآليات جاءت هذه الدراسة على أساس عينة بحث أقيمت هنا داخل الدوحة لعينة تتراوح عمرها تقريبا 22 سنة فما فوق. كانت هذه العينة من مناطق مختلفة داخل مدينة الدوحة وخارجها، وتم عمل معهم مقابلات أيضا شخصية لمعرفة ما هي الأثار المترتبة على مثلا ضغوطات العمل، ساعات العمل الطويلة كلها، وفي المقابل على أيضا استقرار الأسرة من ناحية أخرى. طبعا جدا. إحنا نعرف أن هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية. نعم، تعرف يعني بالحديث سيد خالد، يعني انتم العاملين، شكرا. نعم. لك بالحديث عن انه هذه الظاهره ظاهره. نعم. عالميه، وهنا يعني اريد ان اقف عند هذه النقطه. تعرف هيك لما اليوم عرفت انه حضرتك رح تكون ضيفي وهذا الموضوع هو ما نبحث عنه، كنت هيك يعني اشاهد واتابع بعض الدراسات التي حدثت او التي يعني تمت في الكثير من الدول حول هذا الموضوع، وهنا وباستخدام بيانات مستمده من دراسه مشتركة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة جالوب للعام 2016، كان هناك تقرير اسمه تقرير التوظيف في العالم والآفاق الاجتماعية واتجاهات المرأة لعام 2017، وكان بيوضح مدى تأثير التفضيلات الشخصية والقيود الاجتماعية والاقتصادية وموائمة أدوار المرأة والرجل على سد الفجوات بين الجنسين في سوق العمل. يعني تفاجأت أنه كانت تحليل أجراء اقتصاديو منظمة العمل الدولية وشمل 142 بلد وإقليم خلص إلى أنه الكثير من الفجوات حاصلة، كون المرأة ربما متزوجة، دائما تفضل الشركات عدم الاستناد بالعمل على المرأة المتزوجة كونها أنه رح يكون في إلها الكثير من الواجبات البيتية، الحمل، الولادة وما إلى ذلك. هناك أيضا كانوا يتحدثون دائما عن التوجه إلى النساء الذين يعانين من فقر مدقع، لأنه بتلاقيها أنه بنتيجة هذا الفقر ستعمل أكثر وسيكون هناك ربما توظيف لها بشكل حتى لا إنساني. بهذه الدراسة وما إلى ذلك يعني من النقاط بدراسة اللي عم تتحدث عنها، وكأنكم سبقتوا يعني أنتم بسباق مع العالم فعلا بما تحتاج المرأة مش فقط في قطر، على صعيد العالم. وخبرني بما له علاقة بهذه النتائج التي توصلت إليها، وإلى أي مدى دفعتكم لرفعها للجهات المعنية؟ نعم، أول شيء أشكرك على هذه المقدمة الجميلة جدا، فعلا هي نؤكد على موضوع أن هي ظاهرة عالمية. الأسر، التماسك الأسري أهم، يعني أهم مقومات الحياة المدنية في العالم المعاصر. الآن إحنا نقدر نعرف موضوع أن
في كثير من دول العالم تعاني من موضوع اللي هو الايجنج بوبيليشن، واللي هو تقدم عدد السن لدى السكان، او حتى ايضا من تدني مستوى ايضا الولادات الحديثه بين افراد الاسره. ويرجع الموضوع الى اكثر من سبب، ومنها يمكن الاسباب الرئيسيه وهي يعني عمل المراه لساعات طويله، وكان هذا هو مدعاه لاعاده التفكير ايضا في منظومه العمل وخاصه ما يتعلق بالنساء. للأسف أنا أتوافق معك بالرأي بأن جاءت هذه الدراسة اللي خلصتي فيها، وأنا فعلا يعني اطلعت عليها، أن كثير من أرباب العمل يفضلون مثلا أن يكون معهم في مثلا سوق العمل أو في مكان العمل هم من لديهم أو من ليست لديهم عائلة أو غير متزوجين، وهذا يعني أعتقد مدعاة للقلق، لأن إحنا اليوم نتكلم عن أسرة، نتكلم عن أفراد المجتمع، نتكلم عن تفاضل وتكامل بيننا كلنا. ولكن لما إحنا نجي نتكلم من ناحية أخرى، نتكلم على الفائدة المرجوة من هذه الدراسة، فنجي نتكلم عن مثلا ساعات الأبوة اللي لابد أيضا يتم توفيرها، نتكلم أيضا عن ساعات المرونة اللي لابد أيضا يتم النظر فيها من خلال السياسات المعنية، ومن خلالها تم رفع هذه السياسات في إصدار إحنا نسميه موجز للسياسة أو البوليسي بريف، يتم رفعه يكون بحيث يتطرق إلى موضوعها من ناحية علمية، ويتكلم عن الكوست بنفيت أو مقياس الفائدة وأيضا الضرر اللي يترتب على إقامة مثلا التعديل في نصوص هذه السياسات، وأيضا يتطرق الموضوع بذكر أفضل الأماكن اللي تم تطبيق فيها مثل هذا النوع من أنواع البرامج. هذه طبعا كانت في بداية طيات الدراسة، ولكن أيضا في دراسة لاحقة لهذا الموضوع نقوم بدراسة هذا الأمر على أيضا الشركات الخاصة والشبه الحكومية لمعرفتها، لأن ما ينطبق على بالضرورة على هذه المؤسسات قد لا ينطبق مع شركات النفط والغاز والإعلام وما إلى ذلك، فلا بد أيضا يكون في التيقن والحذر من تبني البعض من هذه السياسات اللي إحنا فعلا يعني نتمنى أن يتم تبنيها وتقديمها، ولكن يكون ضمن إطارها الصحيح بما يتوافق مع المؤسسة نفسها. نعم طيب، رئاسة الوزراء القطرية أخذت بتوصيات تعديل ساعات العمل، طبعا هذه التوصيات يعني نرجع بنذكر أنه رفعها المركز أو المعهد للجهات المعنية، وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع القرار اللي بيتضمن شروط وضوابط نظام ساعات العمل أو الدوام الجزئي بالجهات الحكومية. هون سؤالي أنه ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للأسرة القطرية، وهل له أثر على الأسرة والأطفال، خاصة أنه نحن هلأ عم نرجع هيك للحياة تدريجيا، يعني كنا بجائحة كان هناك شلل بكل تفاصيل ومفاصل الحياة، الآن هناك استئناف لمعظم المدارس، التعليم الوجاهي وما إلى ذلك. نعم أنا أتفق معك تماما. إحنا أول شيء نثمن هذا الدور الرئيسي اللي قام فيه رئاسة مجلس الوزراء، ومشكور بالقرار اللي أيضا قام واتخذه، وأخذ بعين الاعتبار كثير من الاعتبارات اللي قد يمكن أيضا تكون غير مرحب فيها في البعض من المؤسسات في دول أخرى قد تكون لا تتبنى مثل هذا الفكر، لأن إحنا نتكلم عن cost implication أو تبعات مالية لهذا القرار. ولكن إحنا لما نجي يعني في صناعة السياسة وهم أدرى بها، لما نجي ونقدم المقترح هذا كموجز للسياسة نجي نفكر على المستوى الاستراتيجي للدولة البعيد، فإحنا نتكلم عن أسر متكاملة، نتكلم عن تعداد سكاني متزايد، نتكلم عن قوة بشرية وعن اكتفاء ذاتي، فكل هذه الاعتبارات تؤخذ أيضا بعين الاعتبار. ولكن بالنسبة للشق الآخر من سؤالك فيما يتعلق بالأسرة، لما نجي احنا نتكلم عن الأسرة القطرية هذه كانت بمثابة يعني، واعتقد كانت بمثابة هذه بشرة سارة لعدد كبير من الناس. بالتأكيد هنالك عدد كبير من الناس قد يمكن يعني لا يتوافق معها هذا النوع من أنواع السياسات، ولكن هي قد تكون حل لمعضلة معينة، أن هل تكون المرأة الآن عاملة ولا تترك المنزل، تترك عفوا المنزل من أجل العمل، أو تضحي بأمر من الأمرين. فإحنا نتكلم عن معضلة، فالآن في كل الأمرين يوجد هنالك أيضا يعني كثير من الاعتبارات تؤخذ بعين الحسبان. ولكن لما نشوف الأسر القطرية أن تفكر مرة ثانية في إعادة النظر لأولويات الحياة، خصوصا من لديهم أطفال يعني في مقتبل العمر، أعتقد بالدرجة الأولى يفضل أن تكون الأم الحاملة والعائلة لهذه الأفراد أو لأفراد الأسرة، خصوصا في السنوات الأولى الخمس أو السبع، أعتقد وجود الأم معهم في المرحلة بساعات مرنة قد يحل معضلة كبيرة، خصوصا مثل ما تفضلتي على ذكر موضوع اللي هو نوع التعليم المدمج، ما يترتب عليه كثير من عدم التوافق أيضا بين ساعات العمل ووجود يعني الأطفال بالمنزل. تخيلي وجود الأطفال بالمنزل ويحاولون يدخلون كل واحد فئاتهم العمرية على
يعني هذا النظام التعليمي قد يكون مناسب، ولكن قد يكون أيضا بمثابة ما أبغي أقول عائق، ولكن يحتاج إلى كثير من السوبرفيجن أو المراقبة من قبل الوالدين، لأن تتكلمين عن كلاسات تدخل أو يطلعون منها الأبناء ويحتاجون إلى شيء من المساعدة. نعم. أعتقد هذا القرار راح يحل معضلة، وأيضا على المستوى الاستراتيجي للدولة راح يكون نافع بإذن الله تعالى، وقد يكون كرول موديل أيضا للمنطقة من حولنا. حلول المعضلة التي تتحدث عنها سيد خالد، هل تعتقد أنه يعني ممكن أن أيضا تنطلي على موضوع دور المرأة في سوق العمل؟ هل ربما مثل هذا القرار ربما يدعو الكثير من النساء في قطر إلى الإقبال أكثر على سوق العمل القطري؟ أنا أتفق معك، ويمكن هذه تكون رسالة فيها مناصرة أيضا لمبدأ المساواة. يعني عندنا في سوق العمل والله الحمد هنا في قطر، أنا أتكلم عن قطر، يعني إحنا نعرف أن تبارك الله النساء العاملات أو النساء أيضا المتعلمات عفوا ومن يحملون الشهادات العليا يفوقون عدد الرجال العاملين، وليس استنقص من يعني الفريقين، ولكن الآن لما احنا نتكلم هنالك أولويات، فاحنا نقول نضع الأهم في الأقل أهمية، فأعتقد أن هذا قد يكون بمثابة يعني باب جاذب أيضا لسوق العمل للنساء العاملات، أنه والله ما نفقد هذه الكفاءات المتعلمة، ما نفقد الخبرات المتراكمة، وأيضا ما نفقد هذا الخيار الصعب اللي راح يكون للأسرة، أن هل تكون الأسرة يعني تأخذ بالدور التقليدي لها فقط في تربية الأبناء وعدم الاندماج في سوق العمل، فهذه أعتقد مشكلة تعاني منها كثير من الدول. ولكن لما أجي أتكلم هنا عن الوضع الاجتماعي أو الديمغرافي للدولة، أعتقد إحنا في حاجة ماسة كبيرة جدا لمختلف التخصصات، والدولة ما زالت مقدمة على كثير من يعني الاستحقاقات الكبيرة اللي فعلا أثبتت جدارتها في تناولها على كافة الأصعدة اللي موجودة، ولذلك إحنا فخورين في بناتنا وفخورين في شبابنا وفخورين في كافة الأعمار أيضا اللي موجودين عندنا أيا كانت الوظيفة اللي موجودة، فإحنا نحتاج الكل، لأن الدولة مقبلة على كثير من الأمور، وأعتقد هذه بمثابة ترحيب وسعة صدر حتى يكونوا معنا في سوق العمل، ونبقي هذه الكفاءات ما نخسرها. وأيضا الآن يتم التأكيد بضرورة الأمر على وجود أيضا الاستفادة من الخبرات الكبيرة وهم المتقاعدين، ويتم التلويح أيضا بهذا الملف مؤخرا، وأعتقد إن شاء الله راح يترتب على هذا الموضوع أمور كثيرة تكون مفرحة ويعني بشائر سارة للجميع بإذن الله. نعم سيد خالد، يعني الدولة مقبلة على الكثير من الأمور، هذه العبارة إيجابية جدا، ولأي مدى مثل هذا القرار بيساهم هيك بتعزيز رؤية قطر الوطنية للعام 2030، وهو ما هي وما تقبل عليه قطر، الكثير من الأمور التي تقبل عليها قطر؟ نعم أنا أتفق معك. نعم وإحنا قلنا في بداية الحديث أن الموضوع يترتب عليه كثير من الأمور، وإحنا نتكلم هنا عن استراتيجية الدولة، ونتكلم عن خطط فيها التنمية المستدامة، ومن الركائز الأساسية لأي تنمية مجتمعية إحنا نتكلم عن يعني نتكلم عن الاستثمار في الإنسان أيا كان هذا الإنسان انتماء دينه مذهبه فكرة عقيدته، ولكن ليجمع هنا الحب والانتماء لهذا الوطن، ولذلك إحنا ما نقلل من قيمة أي اللي يكون ساعات أيضا بين أفراد الطلاب الجامعات، ساعات كل واحد ينحاز إلى تخصصه، ولكن الدولة لا تنظر إلى الموضوع بهذا الأمر، تنظر إلى خطة استراتيجية، خطة متكاملة تشجع فيها أبناء الوطن انخراط سوق العمل. الآن إحنا نبحث مو عن التخصص، الآن نبحث على التخصص النادر، على التخصص ضمن إطار التخصص، وأعتقد هذا الدور اللي إحنا مقبلين عليه. إحنا نعرف أيضا يعني المنطقة الآن يمكن سيطرت عليها التكنولوجيا بشكل كبير، وأعتقد أن هذا الأمر إيجابي جدا. اليوم إحنا نعرف أن مكان التفكير اللي كان موجود بالأمس عند المجتمعات العربية أو حتى أيضا المجتمعات اللي تندرج ضمن هذا الإطار، أعتقد أن الآن صار التفكير عندها سابق لأوانه أو تسارعت في مجال التفكير، وأصبحت تفكر في عالم التكنولوجيا، تفكر أيضا في التسابق والتسارع مع هذا الزمن. أعتقد هي أعطتنا يعني سنوات ضوئية من التقدم، فالكل مرحب في الاندماج في هذا، في عجلة التقدم اللي موجودة وتمشي فيها الدولة. ونحن دائما يعني ندعم هذا التقدم ونضيء عليه هنا في برنامجنا. خالد النعمي مدير إدارة السياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة وعضو مؤسسة قطر، كنت معنا مباشرة من الدوحة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة الإيجابية، شكرا لك. العفو، لا شكر على واجب.